مثال 5، ارسم الدالة y تساوي ساين مطلق x. حسب خصائص دالة الساين المطلق، دالة الابسوليوت، هذه ممكن انه اعيد كتابتها بالشكل التالي. نقول انه الواي هو يساوي اما ساين x، وهذه لقيم x اللي هي اكبر وتساوي صفر، او ساين ناقص x لقيم x اللي هي اقل من صفر. هذه بما انه ساين ناقص x هي تساوي لي ناقص ساين x. اذا صارت الدالة مالتنا هي اما ساين x، يعني دالة الساين الاعتيادية عندما تكون بيها x اكبر وتساوي صفر، او هي ناقص ساين x لقيم x اللي اقل من صفر. وذكرنا انه السالب هنا معناته انه الدالة جاي يصير عليها reflection على يمن، على ال x axis. فهسه الخطوة رقم 1، خلي ارسم دالة الساين الاعتيادية، هذه ارسمها، هذه x هذه y، دالة الساين ترسم بهذا الشكل. وهذه النقاط مالتنا، قلت هذه أبدي بصفر، هذه باي على 2، هذه النقطة باي، هنا أنا عندي 3 باي على 2، هذه هنا عندي 2 باي. بالمقابل هنا راح يكون عندي سالب باي على 2، هذه سالب باي، هذه ناقص 3 باي على 2، وهنا أنا عندي سالب 2 باي. زين، هسا بالنسبة للدالة مالتي جاي يذكر هنا لقيم x اللي هي صفر أو موجب، تبقى الدالة على حالها ساين x، هذه ساين x. زين، بالنسبة للدالة الجزء الثاني، باللحظة اللي تكون بها الدالة أو بها x مقدارها سالب اللي هو هذا الجانب، الدالة صير بها reflection على x axis، يصير بها انعكاس. يعني من أجي أرسمها هسه راح يصير بهذا الشكل، وهذه راح تكون بهذا الشكل، فيصير رسم الدالة مالتنا المطلوب هذا الشكل، وهذا هو رسم الدالة. خلي أرسمها كلها بهذا الترتيب. فصارت الدالة مالتي هي عبارة عن ساين x للجزء الموجب، وهذه هنا قلنا راح يصير عندنا reflection، فيصير رسم الدالة بهذا الترتيب. زين، تبقى هذه بالنسبة للواي ماكو أي تغيير، هذا مقداره زائد 1 وهذا مقداره ناقص 1. خلي أحدد الدومين والرينج للدالة مالتنا. بالنسبة للدومين هو باقي all x، فأقول هسه الدومين بالنسبة للدالة اللي هنا عندي، خلي أحدد بهذا الشكل، أقول بالنسبة للدومين هو open interval minus infinity زائد infinity. بالنسبة للرينج هو باقي زائد ناقص 1، فأقول هو عبارة عن close interval من ناقص 1 إلى زائد 1. مثال 6، خلي شوف الفرق ما بين دالة الأبسوليوت إذا كانت على الزاوية شنو تأثيرها. مثل ما قلنا هنا أنه الأبسوليوت هنا ماخذينه وين فقط، على الزاوية. زين، مثال 6، ارسم y تساوي مطلق كوساين x، هالمرة المطلق على كل الدالة. يعني إذا أريد هسه أفتح المطلق حسب الخصائص مالته، أقول أنه هذه هسه تساوي أولا كوساين x موجب إذا كان x أكبر وتساوي صفر، وسالب كوساين x إذا كان x أقل من صفر. يعني باللحظة اللي راح يكون بيها x موجبة أو أكبر من صفر، يعني من صفر لهذه المالا نهاية، الدالة هي دالة الكوساين الاعتيادية. زين، باللحظة اللي راح يكون عندي x بيها سالبة، الدالة ايش راح يصير بيها reflection على اليمن، على x axis. زين، بعد النقطة الثانية، أنا بالنسبة لإدالة المطلق الجزء الموجب تبقي موجب، والجزء السالب شو راح يسوي لي؟ تحوله إلى شنو؟ الجزء السالب تحوله إلى موجب. فمن أجي أرسم الدالة مالتي راح يكون بها شقين أو جزئين. خلي أرسم هسه أول دالة الكوساين الاعتيادية، أرسم دالة الكوساين، هذه XY plane، الكوساين نرسمها قلنا بهذا الشكل برسم تقريبي، يعني هذه هي زائد 1، خلي افترض انه هذه ناقص او سالب 1، هذه هي صفر، هنا قلنا هذه الباي على 2، هنا عندي هذه هي الباي، هنا عندنا هاي هالشكل، هذه هي 3 باي على 2، وهنا المفروض شنو قلنا عندنا، هذه هي 2 باي. اوكي، بالمقابل راح يكون عندي هذه سالب باي على 2،
هنا عندنا هذه النقطة هي سالب باي، هذه هنا عندي المفروض هالشكل، هذه النقطة هي سالب 3 باي على 2، وهنا هو السالب 2 باي. هسه هذه دالة خلينا نقول كوساين اعتيادية، هسه هذه كوساين اكس. زين انا المطلوب من عندي انه بالنسبة هسه للخصائص اللي عندنا، انه الدالة اللي موجودة باللحظة اللي تكون بها اكس اكبر تساوي صفر تبقى كوساين اعتيادي. بالنسبة للجزء اللي هو وين بالسالب، يعني قيم اكس اللي هي اقل من صفر، هنا الجزء الموجب يبقى موجب، والجزء السالب يتحول الى شنو؟ موجب بتأثير دالة المطلق. يعني خصائص المطلق الابسوليوت فانكشن انه المقدار السالب يتحول الى موجب والموجب يبقى على حاله. فبالتالي من اجي هسه اللي هنا معناته انه هذا الجزء يبقى على حاله باعتبار هو اصلا موجب، زين، وهذا الجزء اللي هو سالب يتحول الى موجب. فمن اجي ارسم الداله مالتي هذه النقطه راح تصير بهذا الشكل، يعني يرجع وكانه الداله مالتي راح تكون هسه هذه بهذا الترتيب. هذا الجزء السالب راح يصير بي ريفلكشن، فراح يصير هو مطلق كوساين اكس، زين، فراح يرسم بهذا الترتيب. فالداله كلها راح تكون بالجزء العلوي من مقدار قيمه الاكس اكسس، اوكي. فبالتالي هسه المطلق من يدخل على داله راح يحول ليها كلها جزء الى مقدار موجب. اذا كان عندي جزء بوزيتيف يبقى بوزيتيف، يعني هسه هذا اللي هنا هذا الجزء هو عباره عن بوزيتيف يبقى على حاله. الجزء النيجاتيف هذا يتحول الى شنو؟ الى بوزيتيف بتاثير مقدار قيمه شنو؟ المطلق. نفس الكلام اللي هنا، هذا بوزيتيف هو بقى على حاله، هذا الجزء اللي هنا هو عباره عن نيجاتيف دخل عليه المطلق حوله الى جزء موجب، ويستمر الداله مالتي بهذا الشكل. فتكون الداله مالتنا بهذا الترتيب بتاثير مقدار قيمه شنو؟ داله المطلق. زين من نتعامل هسه ويا لحساب مقدار قيمه الدومين والرينج. بالنسبه للدومين هو باقي على نفس القيم مالت اكس، يعني ما اثر عندي شيء على الاكس اكسس. نقول بالنسبه للدومين هو عباره عن ناقص ما لا نهايه لزائد ما لا نهايه. بالنسبه للرينج الداله قبل كانت معرفه من ناقص واحد الى زائد واحد، بعد دخول المطلق الجزء السالب انشال، ما بقى عندي الداله كلها كان معرفه وين بالجزء الموجب. فبالتالي ايش راح يصير عندي؟ راح تكون من صفر الى موجب واحد. فاقول اذا هي كلوز انترفل من زيرو الى زائد واحد.